النهارده هنتكلم عن الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة. حقيقة ان ده بقى حوار العالم كله، زي ما حضراتكم عارفين ان في تغير بيحدث في العالم في مجال الطاقة، ومصر دخلت هذا المجال بقوة. ومعانا عبر الماسنجر المهندس اشرف نصير، عضو الهيئة الاستشارية لمجلس الطاقة والتنمية المستدامة العربي، وايضا عضو المجلس الاعلى لنقابة المهندسين. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك يا فندم، مساء الخير على كل المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. وعايزين بقى نتكلم النهارده، ومبدئيا كده قبل ما نتكلم عن التغيرات اللي حدثت في مصر في مجال الطاقه الجديده والطاقه النظيفه، نعرف الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا يعني ايه طاقه جديده وطاقه متجدده. في البدايه، تصنيف انواع الطاقه بيعتمد على عامل مدى استمراريتها وتجددها. عشان كده عندنا نوعين اساسيين من الطاقه. اول حاجة الطاقة التقليدية، وهي الطاقة اللي بتعتمد على المصادر المعروفة لكل الناس، وهي الفحم والبترول والغاز الطبيعي. كل هذه الأنواع مصادر قابلة للنفاذ وتسمى بالوقود الأحفوري. المخزون منها محدود، ومع زيادة الطلب على الطاقة والتطور التكنولوجي في العالم وزيادة عدد السكان على الكرة الأرضية، ابتدى أصبح الاعتماد على هذه المصادر لتلبية احتياجات الإنسان شبه مستحيل. وبعد كده فعندنا النوع الثاني من الطاقه، هو الطاقه المتجدده. النوع الثاني هو الطاقه اللي بيتم الحصول عليها من الطبيعه، يعني زي الموارد الطبيعيه، وهي طاقه لا تنضب ابدا بعكس الطاقه التقليديه. انها الطاقه الشمسيه، طاقه الرياح، طاقه الكتل الحيويه، طاقه المياه، الطاقه الجوفيه لحراره باطن الارض. هي دي النوعين من انواع الطاقه اللي عندنا. واحنا حاليا مع العالم كله بيستخدم الطاقه المتجدده في الطاقات الموجوده في العالم. طب خلينا يا باشمهندس نتكلم اكتر وبالتفصيل. احنا عارفين طبعا ان الطاقه التقليديه اللي هو زي ما بنقول عليها الوقود الاحفوري، سواء من البنزين او من الغاز او من غيره، بالاضافه غير الى انه بينضب، بالاضافه الى كده ايضا هو بيلوث طبعا البيئه وبيرفع درجات الحراره وبيسبب زي ما احنا شفنا كده في يعني احنا شفنا التغير المناخي اللي بدانا كلنا نلاحظه ونعاني منه بشده. ولكن الطاقه الجديده او الطاقه النظيفه ما فيهاش هذه المشكله، مش كده يا فندم؟ لا، ما فيهاش هذه المشكله تماما، لان احنا بنعتمد دلوقتي على الطاقه المتجدده في مصر بصفه كبيره جدا، اللي عشان نكون نواكب العالم الخارجي ونواكب العالم في موضوع الانبعاثات الكربونيه والتغير المناخي، خاصه ان احنا عندنا في نوفمبر القادم ان شاء الله القمه العالميه كوب 27 هتكون في شرم الشيخ في ضيافه مصر. فاحنا حاليا بنحاول ان احنا نكون من الدول التي تقلل الانبعاثات الكربونية فيها، والبصمة الكربونية الموجودة في مصر حاليا بتكون يعني في أدنى مستوياتها مقارنة بالعام الماضي. طب برضو اسمح لي حضرتك، احنا عايزين نعرف الناس اللي بتتفرج علينا الى اي مدى مصر غنيه بهذه الموارد للطاقه الطبيعيه او الطاقه المتجدده والطاقه النظيفه. اعتقد ان هي مش موجوده في كل الدول، يعني هذه الموارد مش بنفس القدر في كل الدول. يا ريت نشرح للساده المشاهدين. لازم الساده المشاهدين يعرفوا وكل الدنيا تعرف ان مصر تمتلك امكانيات ضخمه جدا لتحقيق امكانيات الاهداف، وتعتمد على قدر وافر جدا من مصادر الطاقه المتجدده بما فيها الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح والطاقه الكهرومائيه. طبقا للدراسات اللي اجرتها الوكاله الدوليه للطاقه المتجدده، اكدت ان مصر لديها وفره من المزيج من الطاقه المتجدده بنسبه 53%. ولازم اقول للناس كلها، ولازم الناس كلها تعرف في مصر، ان مصر جغرافيا بين خطي عرض 22 و31 شمالا. ده بيعتبر قلب الحزام الشمسي الموجود في على الكره الارضيه. يعني اللي احنا كنا بنقول عليه بالتعبير البلدي كده حلاوه شمسنا، دي حاجه نعمه كبيره جدا من عند ربنا وليها مردود. احنا في قلب الحزام الشمسي. في قلب الحزام الشمس. معظم انحاء البلاد من القاهره للجنوب اشعاع الشمس فيها علميا بيتجاوز 6 كيلو وات على الساعه على المتر المربع في اليوم. ده معناه ان عدد ساعات طلوع الشمس بيصل الى 4000 ساعه سنويا، وهو اعلى معدل من معدلات طلوع الشمس في العالم. يعني ده حضرتك عايز تقول لي ان ده ممكن يكون اعلى من بعض الدول الاكثر حراره مننا مثلا؟ بالضبط كده. يعني ده هنا ما فيش علاقه ما بين الحراره وما بين سطوع الشمس. لا، ما فيش علاقه خالص بين الحراره والشمس، بالعكس شدة الحرارة بتقلل من كفاءة الطاقة الشمسية اللي موجودة في
العالم. يعني احنا بنعتمد على ضوء الشمس وليس حراره الشمس في امداد الطاقه الشمسيه.